كلمه كبيره الوليده الحمد لله هذا كان بين هذه الفوز جمايل الوداديه تعرف الجميع الوداديه انا ايمن هنا هنا وباقي ان شاء الله باقي قدامنا الخدمه باقي نزيدوا ان شاء الله باقي نفرحوا ان شاء الله عيد ميلاد عيد ميلاد واحد ثاني الله يحفظهم بصحه جيده دونك درت لو تيست قبل بيومين وطلع نيجاتيف الحمد لله ورجعت للفريق ديالي باش نعاون الاصدقاء ديالي واخا اليوم تنشوفوا فريق الوداد البيضاوي يعني تزكى النتيجه ديال نادي بركان واليوم انتصار صحيح كذلك امام فريق الشباب المحمديه اول حاجه كنبغي نهني اللاعبين على المقابله اللي قدموا تسي مقابله ما كانت سهله وكما كتعرفوا اللاعبين كانوا كيلعبوا كل يومين كان شويه ديال العياء والحمد لله كنا موتيفي باش نحققوا الان باش نمشيو للدومي فينال الحمد لله 8 ماي ذكرى تاسيس فريق الوداد الرياضي رسالتك للجماهير وثاني بمناسبه بعد المناسبه اول حاجه نبغي نقول لهم عيد ميلاد سعيد وهذا احسن كادو باش نعطيوه اليوم شكرا الله يحفظك الحمد لله سجلنا الاهداف وتعاملنا الناس النهائي وكنتمنى اننا نبقاو غادي في المسار ديالنا باش نديو هذا اللقب اللي غاب على المغرب مده 19 سنه بالنسبه لكم انتم يعني مهولين انكم تديو هذا اللقب هذا بطبيعه الحال حنا اي لقب كنلعبوا عليه الجماهير ديالنا كتسنى جميع الارقام والا ملي كتلعب في الوداد ضروري خصك دير الارقام وكنوعد الجماهير ان في عصبه الابطال غنحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش نفرحوا الجماهير ديالنا وكنقول لهم ديما وداد شكرا كلمه على هذه المباراه ديالكم بالنسبه للمباراه ديالهم فاحنا كجماهير فريق الوداد فجد سعداء بهذا التاهل خصوصا عرفنا المقابله اللي دازت كانت مباراة صعيبة ضد فريق شباب محمدية اللي هو فريق محترم مباراة اللي دازت في البطولة الوطنية فاليوم اللعابة دخلوا عازمين باش ما يطيحوش في نفس الغلط ديال المباراة ديال شباب محمدية والحمد لله تأتى لينا والتأهل حنا جد سعداء كجماهير فريق الوداد بالتأهل هذا كانت مباراة ب 4-0 يعني فسولتي أي ودادي قبل اللقاء ما كانش كيتوقع النتيجة ولكن الظروف ديال اللقاء فريق الوداد دخل في المباراه كما كنقول اليوم الكعبي طرد النحس وسجل هدفين هما اللي سهلوا الماموريه على فريق الوداد ومبروك للجماهير الوداديه ان شاء الله وان شاء الله الكاس ان شاء الله وداد اشرف من بعد الاصابه الحمد لله رجع بمستوى متميز وهو غادي من الاحسن للاحسن وان شاء الله غيكون الاحسن ان شاء الله والالقاب العام مع فريق الوداد ان شاء الله شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بكم